دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. تحياتنا لحضرتك دكتور. هو الحقيقة كنا بنستمع لكلمات دكتور محمد العريان اللي كان بيشرح بمنتهى البساطة فكرة البيئة المحيطة، المنزل والبيئة المحيطة به اللي هي بيئة مضطربة وغير مستقرة اقتصاديا، وكان بيتكلم على اقتصادات تحديدا الدول السبع. الحقيقة مهم ان احنا نعرف درجة التأثير اللي حاصل من اضطراب الاقتصاد في دول العالم على الاقتصاد المصري، خاصة وإنه يعني رئيس الوزراء كان قال مرت علينا 5 أزمات اقتصادية وعديناها، وفي نص 2011 كنا محققين نسبة نمو موجبة 9%، لكن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها. خلينا نعرف تأثير هذه الأوضاع الاقتصادية المحيطة على الاقتصاد المصري يعني في نقاط قصيرة. طبعا احنا بنتحدث عن اقتصادات بمحيط بها مفهوم العولمة، المفهوم الشامل للعولمة الذي جعل من ارتباط كافة الاقتصادات بعضها ببعض واقع وحتمية نعيشها جميعا. ودلالة ذلك هو الارتباط الحاد بسلاسل التوريد والإمداد بين مختلف دول العالم وبين اقتصادات وبعضها البعض. وبالتالي إذا ما حدث أي تأثر في دولة ما أو خط إنتاج ما داخل إحدى الدول الكبرى المصدرة، بنجد تأثر كافة الدول التي بتستورد سواء منتج نهائي أو مواد أولية أو مواد خام بتدخل في خطوط الإنتاج والتصنيع لديها. يمكن هذا الأمر وجدناه منذ بداية أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك تأثر كبير في اقتصادات كافة الدول نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتوقف لبعض السلع السلاسل الخاصة بالإمداد والتوريد، وتوقف خطوط الإنتاج أيضا نتيجة نقص في الطاقة في مختلف الاقتصادات الكبرى. وبالتالي بنسعى إلى الخروج من هذه التبعية ومن هذا الارتباط بصورة تدريجية. ويمكن اقتصادات ما بعد كورونا وما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ستختلف كثيرا عن اقتصادات ما قبل هاتين الأزمتين، لأن الدول أخذت الدرس جيدا ووعت الآثار السلبية للارتباط وللاعتماد على سلاسل إمداد وتوريد من دول أخرى. وبالتالي أصبح الاتجاه نحو الاستقلال في التصنيع، نحو توطين الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها تحقيق ذلك. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، على هذه المداخلة.